قابل يا عم قرايبك. على فين يا اخت القمر؟ على الشغل. تلاقي لي وش كده يا سلية؟ عايز ايه يا علي على الصبح؟ بعرف انا استقبالي. اهلا. شفت فريق الطنطات قدامك ولا ايه يا عسلية؟ متأخرة يا علي وعايز الحق اركب. ازيك يا بنتي يا عسلية؟ انت فوتهم فين؟ صباح الخير يا ام محمد. هتكون فين يعني؟ البيت. انت هترجعي امتى ان شاء الله؟ وانت هتحقق معايا ولا ايه؟ ما تردي عادل يا بنت، هترجعي امتى؟ حاضر يا حاضر بالظبط. اصلا نسيت انك بتحب تعمل نمرتين كل يوم في الشارع. تركبي يا استبكول. يوه الله. عسلية انا ده بركبك ميكروباص. لا اله الا الله، هو انتوا هتفضلوا ماشيين كده ورايا؟ قلت لك هفضل معاكي لغايه ما اركبك. واطرحها فين؟ اكتوبر. طب ما اكتوبر دي سهل. خد 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 خد. اسعد يابا. ابو علي ابو راشد يلا انجز. بس البنات. سلام سلام. عراسة مجريتها عندي. عراسة خلاص يا ست البنات. تمسك اجرتك. خلاص عم علي روي، خلاص الاجر عندي. علي روي ما يدفعليش اجر. تاخدها ولا انزل؟ خلاص يا ست البنات احفظك. اتفضل. ده عينه مني وده عينه مني. الله يا ازرقاتك. يا وحشني الوتر. ادخل يا اخوي. الله بقالك 3 ايام غطسان، مالكش حد تسال عليه؟ انا ماليش في الدنيا غير حد واحد بس. ده الله ابن عمك واقف، هي شقاوة وقلة قيمة. صاحبي ومني وابن عمي وانا ابن عمي على الغريب. ضربة في قلبك. انا بقيت غريبة دلوقتي. بيهزر يا ستوب، احنا ما بنستغناش برضه. ازيك يا راشد؟ ازيك ست الكل؟ بركة انك ليك. مات. انا على لحم دماغي من الصبح، بقالي 3 ايام. 3 ايام؟ ده انا من يومين عامل معاك الصح ومشربك سيجاره منسيكي اهلك. جرى ايه يا علي؟ انت بتعد عليا ولا ايه؟ بلعبك يا توتو بلعبك. اسمعي، عايزين كوبايتين شاي وانا هظبط لك زغروفي وانوينك. ايوه ايوه. عمر احنا بقى بكام النهارده؟ 7 استمارات. يعني 700 جنيه وعلبتين اجنبي 50 جنيه و20 فطار و10 قهوه يتبقى كام؟ 600. احلى 600. دي 200 اللي عليك نبقى خالصين. تمام كده؟ تمام. خد رول بقى عشان نتكيف. طب بقول لك ايه؟ ما اتكل انا على الله واثق براحتك. لا نتكيف ونشرب كوبايتين شاي وبراحتنا برضه. ون. معلش يا حبيبي حقك عليا جوعتك. لا يا ابني كان الله في عونك. كفايه انك واقف على رجليك طول النهار في الشغل وبعدين تيجي من الشغل على المطبخ عشان تعمل لي لقمه اكلها. ما انا عندي اغلى منك، اعمل لك بقى شويه كبده اسكندراني تاكلهم وننزل نجوزك على طول. مش لما نجوزك انت الاول. هتجوز هنروح فين يعني؟ بسم الله. قول لي عامل ايه في العماره اللي في ايدك؟ والله حاجه شغلانه زي الفل وقرفتها زي العسل. منك بس راضي عني. والناس صحاب الشغل حلوين قوي زي الفل. ادوني عربون 2000 جنيه استفدت معاهم بقى لازم افك الشغل بتاع الكهرباء العويل اللي كان قبلي ده. حته ود ولا عنده ضمير ولا يفهم في الشغلانه، ما اتكهربش في باريزه قبل كده. والله العظيم. بس هنعمل ايه بقى؟ هو مش تربيت لسه جميل الكهرباء. انت بتجاملني يعني؟ ربنا يبارك فيك يا ابني ويرزقك. الو عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ وحشتيني. على ميعادنا طبعا. ناوي تزوغي ولا ايه؟ لا انا قاعد بتعشى مع الحاج وشويه غني. ماشي
يلا مع السلامة. ايه؟ انت خارج؟ وانت يعني مش سامع؟ عليك يا راجل. اه مش سامع، ما انت عارف اني خارج. ربنا يهنيك يا ابني. هتجيبها لي امتى؟ تظهر بس على ابنك، الصبر جميل يا عم جميل. تعرف انك بيحب يتأنى. ليه؟ خير البر عاجله. اذا كانت حلوه وعجباك وشبهنا كده يعني، يلا اتكل على الله وربنا يوفقك. حاضر يا باشا، حاضر. حاضر يا كبرنا. تشرب شاي؟ اشرب شاي. بس كده. خلص اكل واعمل لنا الشاي. مش دلوقتي يعني؟ ايوه. ماشي. شكرا. تحب شطه ها؟ لا انا من غير شطه. بس بقى ست زي ما بقول لك. انا راجل كسيب وصنعتي مكفي. واقدر منها افتح بيت. طب وانا مالي؟ طب بقول لك يا بنت. انا عايز اعيش معاك. تعيش معايا ازاي يعني؟ عيش معاك ازاي ايه؟ عايزك حلال يا بنت. ايه؟ كده السكوت علامة الرضا؟ حسن، في حاجات كتير لازم تعرفها عشان نبقى على بياض من الاول. انا عايشه مع فطون اختي الكبيره ولوحدينا. زي ما انت عارف انا بخدم عند مدام سهى بقالي 5 سنين في الفيلا، بس انا معايا اعداديه. تعرف ان انا كنت جايبه مجموع 98؟ كنت الاولى على المنطقه كلها. ده نفسي ابقى دكتوره، دكتوره كبد، عشان اعالج ابويا وامي الله يرحمهم. بس اختي فتون بقى الله يسامح خرجتني من المدرسه وقالت ان انا لازم اشتغل واصرف على نفسي، عشان هي مش عايزه تصرف عليا وحقها. الواحد ما بياخدش من الدنيا غير نصيب. بس تعرف يا حسن، لو سمعتني وانا بتكلم انجليزي والله لا تقول عليا دكتوره. بس مدام سهى وابنها ما بيتكلموش غير انجليزي، وانا كان لازم اجاريهم. تعرف ان هي بتقول عليا ان انا اشطر واحده شافتها في حياتها. تتجوزيني ولا لا؟ حسن، في حاجه مهمه انا ما ينفعش اخبيها عنك. مالك يا سلافي؟ انا والله العظيم عمري ما عملت الغلط، بس فتون. انا يهمك. انا ما يهمنيش غيرك، مش عايز في الدنيا دي كلها حد غيرك. وانت بتاعتي، هتشوفي. يا باشا يسمع تعرف. طب قول ايه الاسم يا باشا؟ لا اله الا الله. طب كنت كلمتوني، انا كنت قلت لكم يا باشا. والله خطوه عزيزه يا باشا. بس عفو شيء معايا عظمه دي؟ اه انا ده اسبوع كان على هناك. اي بنت حاسبه يا بنت يا عامله. يلا غوري والنبي كده، خليكوا زي ما انتوا. الله 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 الله. انا بقى هجيب لكم شجره واجيب لكم 2 ليمون. ايه رايكم تحضنها بقى يا اخويا كده بالمره؟ يا ستي في ايه؟ مفيش حاجه حصلت لكل ده. ده عيله صغيره خبطتها. في ايه؟ عيله صغيره خبطتها ولا طول؟ وانتي بقى ما تتلمي بقى وتبطلي السهوكه والكهن اللي انتي فيه ده. ربنا يسامحك. هيسامحني يا اخي؟ لكن هيسامحكم انتوا بقى ازاي؟ قصدك ايه يا فتحي؟ قصدي الاماني اللي انت ملبساها للحاره كلها، وكل شويه راجل داخل وراجل خارج. انت واختك الشمال كانك الادب يا فتحي. انا عليك يا فتحيه. علي ما تصحى يا راجل. يا خرابي، ده انت مش نايم، انت مغمى عليك. ما تصحى يا علي، في خناقه بره. يا بنتي يا فتون، الحقي اختك عسلية بتتخانق في الشارع اللي ورانا. يا نهار اسود. ايه عسلية؟ حاسي انت بقى، انت ايه موتيها ولا ايه؟ بس ده كهن الاسود. انا عارفاه. يا ابو ميدو، الفتي ده كهن الاسود.
يا مرحبا. اوه خلاص يا علي هارون. انا علي هارون اللي بناه كلها تعرف مقامه وما حدش يقف قدامه، واللي يشوف حاجة يجي وانا وري مقامه. من النهاردة بتكون دي خطيبتي وهتبقى مراتي، واللي هيبص لها بعين اغزاله الاثنين ورحمة ابويا. المطوة دي لو اتفتحت تاني ما هتتقفل الا لما تتسفر بوشوشكم. يلا مات الكلام. يلا علي. يلا يلا علي انت هو يا يلا. رشد الحكومة قفشته في اسلوب الله. خد المحامي حسام وسباني وانا هحصلك. يلا وش يا اسمر قوي. اخيرا اتجوزت، ما بقاش ناقصني حاجه، حدش له كلمه. استغفر الله العظيم. مالك يا بيت؟ مش هتقولي لي مبروك؟ مبروك مبروك على ايه؟ على الجرسه؟ هو انت ما بتحسيش؟ حلك حيل، هو جواز جرسه ده مجرم ومش بعيد يكون مسجل. هو مين ده اللي مسجل يا بيت؟ هو عشان فرقع له بقين فاضيين قدام الخلق يفتون النسوان وانا داخله الشارع بيمضغوا في سيرتنا. منك لله على اللي عملتيه في نفسك وفيا. يا اختي انت هتعملي لي فيها اماثل؟ ما انا خلاص هتجوز، وبعد الجواز يا حبيبتي كله بيتمسح بقاستيكا. جواز؟ وانت ايه اللي يضمن لك ان الشملول بتاعك ده هيتجوزك؟ الا علي. علي ده سيدي الرجاله، لما يقول كلمه ينفذها. ده بلطجي يا فتون، بلطجي ونصاب. بحبه بجد وملكش فيه. طب وانا؟ انا لو جالي راجل محترم عايز اتجوزني ازاي وانا جوز اختي بلطجي؟ وانت هيجيلك منين المحترم يا روح امك يا بت؟ ده انت خدامه.